التمهيد لعصر الغيبة. لقد عانى الإمام العسكري عليه السلام مع أبيه الإمام الهادي عليه السلام الكثير، وقضى معظم حياته في ظل عاصمة الدولة العباسية، وواكب الأحداث وجميع الظروف والملابسات والمواقف التي واجهت أباه، وقد تسلم منصب الإمامة بعد استشهاد أبيه وعمره الشريف آنذاك 22 عاما. ومع علم المعصوم لاحتياج الأمة إلى مصلح وإمام عادل وهاد، وإدراكه كنه الإرادة الإلهية لغياب الحجة إلى حين وقته، أخذ بالتمهيد لذلك، لأن البشر اعتادوا وألفوا الأمور الحسية، ثم أن ارتباطهم بأمر غيبي غير حسي يحتاج لبعض العناية والتذكير والتمهيد، خصوصا وأن أمرا كهذا غيبة الإمام لم يحصل قبل ذلك في الإسلام، وهذا هو الدور الذي كان على الإمام الحسن العسكري عليه السلام أن يقوم به، فهو يريد تربية جيل واع يكون النواة الأساس لتربية الأجيال الآتية، والتي ستبني بجهدها تاريخ الغيبتين الصغرى والكبرى. فكان يقوم بالتمهيد لولده والارتباط الصحيح به والانتقال بالشيعة من نقطة اتصال مباشرة بالمعصوم إلى نقطة اتصال غير مباشرة، وتعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل على الفكر الشيعي منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى عهد الإمام العسكري عليه السلام. لذلك كان على الإمام أن يكثف أحاديثه وأن يقوم عملياً بالتمهيد للغيبة. وقد وازن الإمام العسكري عليه السلام بين حظ الإمام وإبعاده عن يد الحاكم العباسي، وبين تعريف الشيعة والأتباع عليه، فلم يكن يطلع عليه إلا الخواص من الشيعة والموثوق بهم. وتمهيداً لمرحلة الغيبة، فقد عين الإمام العسكري عليه السلام وكلاء وسفراء من خاصة أصحابه لتبليغ تعليماته وأحكامه إلى شيعته، وذلك بأسلوب التوقيعات والمكاتبات، وهذا يعتبر تمهيداً عملياً لما سيحصل في زمن الغيبة الصغرى. واتسم عصر الإمام العسكري كما عصر الإمامين الهادي والرضا عليهم السلام باتساع رقعة التشيع واتضاح معالم المدرسة الشيعية، ولذلك دعوا إلى اتباع مدرسة الفقهاء التي تميزت عما سواها بعدة أمور، منها اعتماد الكتاب والسنة مصدراً للتشريع الإسلامي، الرجوع في تعلم الأحكام إلى المعصوم إن أمكن، الرجوع إلى الفقهاء الثقات في حال تعسر الرجوع إلى الإمام المعصوم، الإفتاء بنص الرواية أو بتطبيق القاعدة المستخلصة من الرواية. وقد أيد الإمام العسكري جملة من الكتب الفقهية والأصول في عصره وقبل عصره، وقد أحصيت أسماء أصحاب الإمام ورواة حديثه فبلغوا 213 رجلاً، منهم أحمد بن إسحاق الأشعري القمي، أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، عبد الله بن جعفر الحميري، أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وهو النائب الأول للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان من كبار وكلاء الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام. وقد روى الصدوق بسنده عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليهم السلام يقول: كأني وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني، أما إن المقر بالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله
ثم أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. والمنكر لرسول الله صلى الله عليه وآله كمن أنكر جميع أنبياء الله، لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا، والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره بسنده عن أبي علي بن همام قال: سمعت محمد بن عثمان العمري قدس سره يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن علي عليهم السلام وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه عليهم السلام: إن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة، وإن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فقال عليه السلام: إن هذا حق كما أن النهار حق. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد هو الإمام والحجة بعدي، من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية. أما إن له غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون، ويكذب فيها الوقتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة. هكذا مهد الإمام العسكري عليه السلام لولده الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد رسخ في نفوس الشيعة الإذعان لإمامهم مع غيبته عنهم يقينا كيقين الشمس إذا غيبتها السحاب. ومضى صلوات الله وسلامه عليه في الثامن من ربيع الأول سنة 260 للهجرة شهيدا بالسم على يد طغاة زمانه، مخلفا المنتظر الموعود الذي سيملأها عدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.